قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. الوداد يفسخ عقد نجمه الشاب. فسخ مجلس إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم عقد متوسط الميدان سفيان كركاش بالتراضي، وقرر المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي التخلي عن كركاش بسبب صعوبة انصهار اللاعب داخل المجموعة، وكذا من أجل إتاحة الفرصة لجلب تعاقدات أخرى. وكان الوداد الرياضي قد انتدب كركاش خلال فترة الانتقالات الشتوية لسنة 2020 قادما من فريق مولودية وجدة.